انا في الحقيقه جت فتره انا كنت محبط لانه كنت عامل كل حاجه وعامل الاجريمنت مع جينيس ريكوردز، ما كانش عندي نادي العب، ولكن فجاه اتفتحت الانديه كلها، لقيت عندي موجود كذا نادي، فانا فكرت في الموضوع واخترت النادي اللي انا حسيت ان هو هكون معاه هيضيف لي زي ما انا هضيف. انا ملتزم مع 6 اكتوبر لغايه نهايه الموسم. استاذ وليد العطار سهل الامور جدا بحيث انه التعاقد كان في غايه السهوله، ما فيش حاجه يعني مستحيله، ما ده حاجه من الحاجات اللي انت ممكن تقول لا ازاي ومستحيل ويتيأس وكده، لا ما حدش ييأس، ما فيش حاجه مستحيله سواء بالنسبه للشباب او بالنسبه للكبار يعني.